والحاجة بسم الله الرحمن الرحيم أكيد مسؤولية، نادي كبير، جماهير كبيرة، إن شاء الله بإذن الله نكون عند حسن ظن ونقدم الإضافة بإذن الله. القادسية بيطمح للفوز بالبطولات بالموسم الممكن في ظل تيم قوي جدا، شايف فرص القادسية إيه في البطولة؟ أكيد نادي كبير وجماهير، بالعكس نادي القادسية كل سنة ينافس على البطولة، بإذن الله الموسم تنفرحوهم بإذن الله أحسن من المواسم السابقة. هل شايف في منافسة ما بين عدد معين من الفرق؟ أنت شايف مين من الفرق اللي ممكن تكون أوفر حظا في البطولة من وجهة نظرك؟ والله أكيد ديما يعني كل الفرق، يعني الفرق الكبيرة، نادي الكويت نادي كبير، نادي القادسية نادي كبير، نادي العربي، سالمية، كارما، كل فريق يعني يطمح أنه يكون بطل. إن شاء الله نخدمه إن شاء الله ونسمع كلام المدرب وبإذن الله نوصل لبعيد بإذن الله. كابتن صولا، سؤال جماهيري معتاد، الأسبوع الرابع من الدوري هتكون مواجهة كلاسيكو ما بين العربي والقادسية، هل متحمس للمباراة؟ أكيد متحمس بإذن الله. شلون شايف المباراة يعني بالنسبة لك كشخصية؟ ديربي ديما مباراة الديربي ديما أحسن مباريات في البلاد يعني، ونحب مباراة الديربيات أنا. هل ننتظر الاحتفال الشهير في الديربي؟ والله يا حبيبي سؤال هذا ما نجاوبك عليه. إن شاء الله خير إن شاء الله.